السلام عليكم. هذه إقامة سكنية بمقاييس يعني جد متوسطة، ننتظر مزيد من التهيئة في هذا يعني الإقامة، نوع من الإقامات، وكذلك مزيد من التشجير ومساحات خضراء، ومزيد كذلك من مقاييس العمرانية من ناحية لا فينيسيون، ومن كذلك من ناحية التصميم. إذا نخليكم مع نهاية الفيديو انت هذه الإقامة السكنية المتواجدة في مدينة بجاية، والسلام عليكم.